بعد أسبوع من إعلان الولايات المتحدة قرارها بتقديم مساعدات عسكرية مباشرة للمعارضة السورية، يأتي اجتماع أصدقاء سوريا في العاصمة القطرية الدوحة ليقرر بصراحة ووضوح الدعم العسكري للثوار. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم الثاني تحدث عن نقلة نوعية تم تحقيقها خلال الاجتماع، معتبرا أن الحل السياسي من خلال مؤتمر جنيف هو الأفضل، لكنه عبر عن شكوك كثيرة في هذا السياق، محملا النظام في دمشق مسؤولية ما أسماه الاستمرار في خط واحد وهو القتل. من المهم جدا أنه الجميع يساهم في إطفاء هذه الحرب. الجامعة العربية حاولت على مدى سنتين إطفاء الحرب بطريقة سلمية، حتى أنها لأول مرة ترسل مراقبين إلى 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 سوريا. للأسف هذا الموضوع لم يؤدي إلى نتيجة بسبب ما ذكرته، أن النظام يريد حل الموضوع حل عسكري. تدخل أطراف إقليمية أو دولية، أنا أعتقد أنه هذا شيء غير صحي، وهذا الموضوع قد يفاقم الوضع. نحن نحاول قدر الإمكان أن لا تكون هناك حرب طوائف في المنطقة، لأنه هذا الموضوع خطير وشره مستطير إذا أنه كان هناك في استقطابات على أساس عرقية أو دينية أو حتى معتقدات. إحنا نعتقد الجميع يجب أن يساهم في حل الموضوع سلميا قدر الإمكان، وسلميا يعني أن نقول الجميع ينصاع لرغبات الشعب السوري في التغيير. زيادة الدعم لا تهدف إلى حل عسكري بل إلى تعزيز فرص الحل السلمي ودفع الطرفين باتجاه هذا الحل. بهذا عبر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن الهدف الرئيس من الاجتماع، مشيرا إلى أن الأسد رد على مقترح مؤتمر جنيف 2 بالاستعانة بالإيرانيين وحزب الله، فيما ندد باستخدام السلاح الكيماوي من قبل النظام، إلى جانب تنديده بالانتهاكات التي ترتكبها أي جماعات متطرفة على حد تعبيره. كما اعتبر كيري أن لروسيا مصلحة في تشجيع الاستقرار، منتقدا دعوة الأخيرة للحل السياسي في سوريا وقيامها في نفس الوقت بتسليح النظام. هذا الاجتماع يشكل فرصة لتقييم ما توصلنا إليه واتخاذ قرار حول ما يمكننا أن نفعله. حمام الدم يهدد فرص تحقيق السلام، وعلى كلا الجانبين في سوريا أن يكون على استعداد لتسوية وتقديم تنازلات. نأمل أن نتمكن من إحضار الجانبين لإحداث تسوية، ونحن ملتزمون بإحقاق تسوية سياسية دائمة. وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس كشف عن تسليم بلاده علاجات مضادة لغاز السارين يمكنها حماية 1000 شخص، معبرا عن رفض بلاده القطعي لتدويل النزاع في سوريا. وطالب فابيوس في نهاية الاجتماع بأن يوقف الإيرانيون وحزب الله تدخلاتهم في هذا النزاع.